مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات لأهل الكويت مثل ما وعدناكم. اليوم فقرة مميزة راح نتكلم فيها عن الدايت وعن الرجيم عن أمور كثيرة، واللي راح تكلمنا عنها طبعا زميلتنا والعزيزة الغالية سارة الدمشقية من دايت كير. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. مساء الخير سارة. شنو هذا؟ معقولة هذا بيضعفنا؟ أنا راح أكل يعني هذا ما لذة وطاب اللي قاعد نشوفه هلا، لانه بما انه كل الناس هلا بلشت تعمل دايت وبلشت تحضر جسمها للصيف، جبنا بعض الماكولات من بروجرام السليم داون يلي هو مخصص بدايت كير لنزول الوزن. فالبروجرام دائما نحن بنفكر كمان بالدايت انه حرمان وهيك، فمشان هيك هو هيدا بروجرام اسمه سليم داون مخصص للناس يلي بدها تنزل وزنها. بيتضمن اكل مثل مسخن الدجاج او الشاورما، كمان سالمون، متبل الشمندر، وهيدا مثلا من طبق الفطور عباره عن بيض اك بنديكت، فمنوع من كل الاطباق واكيد الحلو. فهيدول كلهم موجودين لحاله، يعني هذا قصه والله، يعني هذا ما صدق انه قليل السعرات الحراريه. صعب راح يكون هو هيدا. نحن جبنا اشهر حلو عن دايت كيري اللي هو التيك ديزرت، يلي كل الناس لما بتذوقه بتفكر انه مش دايت، وهو مشمول من بروجرام تنزيل الوزن. شو انا قاعد اشوف عبد الله قاعد يفكر القفشه هذه ماسكها من قبل لا نطلع هواء، يبي يمين يبي يسار. هذا مسخن. زين قبل أن أكل، في معلومة خاطئة وشائعة عند الناس، خلينا نقول هذا أنا عارفها بس أبيك أنت تقولينها. في ناس يقولك أنا ما أبي، خلاص ما أبي أكل ولا شيء، بسوي رجيم، بأكل وجبة واحدة باليوم. والحبيب شوفينا فعلا ضعف، بس ضعف ضعف عام، وجهه أصفر وضعيف، هزيل، تعبان، شعره طاح، في مشاكل وايد واجهها، ونزل مو شحم، نزل عضل وشحم. فخلنا نوضح الصورة إن شلون نقول للناس إن شلون تنزلون الشحم فقط ونحافظ على حجم العضلة، وشون الأكل مانه، ونحافظ حتى على البشرة والشكل. هلأ بما أنه كنا عم نحكي إنه في كتير ناس هلأ بلشت بالصيفية تحضر أختي فهمتني والله إيه، تحضر وزنها للصيف. ففي كتير بروجرامز أو رجيمات عم يعملون شائعة هلأ، يلي مثل هلا كنا عم نحكي عن الباليو دايت يلي هلا كل الناس عم تتبعه، يلي بيكونوا عم يقطعوا كل شيء نشويات، كل شيء ألبان، يعني بيكونوا بدهم يعيشوا مثل رجال الكهف او العصر الحجري. فهيدا من الاشياء يلي الانظمه الغذائيه يلي كثير هلا ناس عم تتبعها، بس هي كثير غلط وبتضر للصحه. ليش؟ لانه لما بنقطع النشويات الجهاز العصبي بده على الاقل باليوم 14 جرام نشويات. يعني هذه احلى معلومه قلتيها، خصوصا حق محبين النشويات، هذا الشيء يسوون بحياتهم يعني. فهو لازم ينتبهوا على طريقه كيف انه ياكلوا بالكميات يلي تناسب جسمهم. في كمان هلا كثير الناس بالكويت هب بالديتوكس او برجيم تخليص الجسم من السموم. ليش؟ لانه بيقولوا في بعض الناس انه إمكانية الجسم للتخليص من السموم، لأنه أوريدي الجسم بطبيعته بيتخلص من السموم لحاله عبر الكبد، عبر الكلاوي، عبر الجلد. بس في بعض الدراسات بتورجي أنه إمكانية الجسم للتخلص من السموم بتختلف حسب النظام الغذائي. فهن نعلقوا على هيدا البارت تبع النظام الغذائي وصاروا يخترعوا أنظمة، يعني هي بالمبدأ مبدأ يمكن صحيحة، بس هي طريقة تنفيذها خاطئة، لأنه بيخلوا الناس ما تأكل وبيخلوا الناس تركز بس على العصائر. أول شيء هيدا بيؤدي أنه الشخص ما يشبع، لأنه لازم الشخص يمضغ يشول الأكل لحتى يقدر يشبع. ثاني شيء لما منركز على بس الشرب وما منأكل لفترة هلأ عم تكون نسبيا طويلة، يعني أوكي إذا حدا عمله يوم ما مشكلة، بس في ناس هلأ عم تستمر بهيدا الدايت لتقريبا أسبوعين أو اللي أعرف المفروض الديتوكس 3 أيام وبس. نعم هو هيدا طريقة اللي كان عم الدراسات معمولة عليها، بس هلأ الناس عم تتبعه نزول الوزن. لما منضلنا فترة أطول من يوم بلا أكل بس على العصائر، هيدا بنكون عم نعمل مفعول عكسي، بيصير الجسم بالعكس بيفرز سموم لأنه بيكون شيء كتير مش صحي، فبنكون عم نزود السموم بدل ما. زين سارة، أنا كان في زيارة لي عندك قبل فترة على أساس كانت عندي بطولة كيك بوكسينج، كنت حاب أنزل وزني فترة صغيرة بأسبوع أسبوعين، قدرت تنزلين وزني يمكن 5 كيلو. اللي مفاجئ بالموضوع غادة إن لما سولف حق الناس أقول لهم أعطتني 7 وجبات باليوم، يقول إيش دعوة 7 وجبات باليوم إيش دعوة، وأنا
لا نزلت يعني تعدد الوجبات مهم. صحيح هيدا الرجيم يلي لازم يلي مشان هيك احنا بنقول لازم يكون الرجيم باستشارة اخصائيين التغذية لحتى يعرف الشخص شو اللي بيناسب جسمه. يعني عبد الله ناسب جسمه 7 وجبات وكنا عم نعطيه سعرات حرارية يمكن يناسبني 11 يمكن اشخاص. لا صدق والله يعني شنو موضوع اللي يشتركون وما ينزلون بالوزن؟ هذا شنو مشكلته؟ هو في كتير ناس أول شيء لازم لثبات الوزن أو طريقة مثل ما عم تقولي بيكون مشترك برجيم صحي ويمكن متابع مع أخصائية التغذية بس بيثبت وزنه لفترة. فهيدا أول شيء لازم نستبعد إذا كان في مشكلة صحية. يعني مثلا إذا في مشكلة غدد هرمونات أو مثلا عند النساء تكيس المبايض هيدول أكيد حيكون نزولهم أصعب. بس إذا كان الشخص صحي بس عم يعمل رجيمات وما عم ينزل وزنه هيدا في كذا سبب. أول شيء معقول يكون الرجيم يلي عم يعمله مثل ما قال عبد الله أول شيء كتير خاطئ يلي بيكون مثلا ما عم ياكل. هيدا حينزل أسبوع أسبوعين بعد أسبوعين حيوقف وزنه. ليش؟ لأنه لما ما عم ياكل حرق الجسم خلص وقف جسمه ما عم يحرق فبيصير لازم يغير لحتى يرجع يشغل حرق الجسم تبعه وما يمنع نفسه من ولا شيء. لازم أكيد. ياكل كل شيء بس الكميه هي اللي طبيعي. وثاني شيء معقول الرجيم الشخص يكون تعود على الرجيم جسمه تعود على الرجيم فمشان هيك الاخصائيه يعني مثلا حقول شغله فور اكزامبل اذا مثلا هلا عبد الله كان عم ياكل مسخن وثبت وزنه على الرجيم فينا بدل مثلا ما يصير ياكل فينا نعطي نص الكميه نكون عم نقلل النشويات او السعرات الحراريه. فينا مثلا اذا كان طالب هيدا السالمون مع البطاطا لحتى وثبت وزنه فينا نعطي نص كميه النشويات. يعني في تريكس معقوله يعني هذا بالنسبه حق اللي بينزلون وزنهم اللي العضل خلينا نتكلم عن البادي بيلدينج هذول الشباب اللي يلعبون كمال اجسام التفاصيل الصغيره على هالنقطه هذه. يعني انت راح تقللين كميات الاكل بس ما راح تقللون سعر الوجبات. لا هو مش ضروري الكميات. انا عم اقول اكزامبل معقوله حدا عمله كأخصائي التغذية إنه نلعب بالتركيبة النشويات البروتين لحتى الوزن ينزل. في أمرارا مثل ما حضرتك قلتي إنه معقول يكون خلص الجسم لازم رياضة. في ناس قلة النوم بتثبت وزنه. يعني معقول يكونوا بيشتغلوا كتير وما عم يناموا فالجسم بيفرز هرمون الكورتيزول يلي هو الستريس بيصير بيزيد بالجسم فما بيقعد الجسم بيحرق. كمان في ناس ما بتشرب مي. المي لازم لحتى الخلايا تضل عم تشتغل لحتى يضل الوزن عم ينزل. بالسناب شات دائما اقول قبل كل وجبه تاكل ريو غدا عشاء جلاس مي يعني ماي مو بارد يكون صح. عادي ايه ما صح؟ هو هيدا كثير بيساعد لحتى نوصل ل المره الجايه تسولفين لنا اكثر عن البادي بيلدينج الرياضه ايه الرياضيين هذول محتاجين غذاء معين ودائما نستفيد من وجودك ساره. مشكوره وايد. نشوفك ان شاء الله في القريب باذن الله. وصلنا ختام غاده للختام. ختام غاده ختام يعطيك العافيه وباكر ان شاء الله راح يكون لنا حلقه فنيه اكيد كل اربعه فننتظركم على خير ان شاء الله ومع السلامه. تصبحوا على خير.